السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيده الدار سلسله اطباق الحاجه فاطمه. اللي غادي تقدم معنا تتبيله ديال اللحم المفروم اللي بها كتجي جد مميزه ولذيذه. نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو حلقتنا هذا النهار؟ والله ان شاء الله غنصوموا الكبسه، نكملوا سلسله تشهيوات العيد. تشهيوات العيد ان شاء الله. الكبسه ديالنا ديال اللي قطعت من اللحم تنصوبوها ثاني عيد. ثاني عيد بالعشاء. بالعشاء. بالعشاء ان شاء الله. بسم الله. زدتي قطعتيها؟ هي قطعتها الطرف الصغار باش كتجي سهله للكزاخ. هذا غادي نطحنها ان شاء الله عند الكزاخ. باش كتجي سهله للكزاخ. ما كي صافي كنقطعها لراسي باش كنشرب لها نعطيها، نشرب لها ناضيه. داكشي علاش كنقطعها باش تدخلها العطريه. دابا كنحتاجو ان شاء الله هانتيا، كنحتاجو الكمون. شويه السودانيه، هذا صوبت على يدي، هذا شويه التحميره، شويه الملحه، واحد البصله ومعدنوس. واخا قطعتو غليظ ماشي مشكل. انا عندي هنايا واحد شويه ديال النعناع اللي هو ورقات ديال اليقامه ديال النعناع ها هما. وعندي هنايا مرد الدوش حتى هو تنديرو. هذه الطريقه ديال الفاس الحماتي، كيجي به زوين، تجي زوينه. انا الملحه والملحه انا كنشوف حماتي هكا كتصوبها. شوف بعض المرات كتجي شويه ديال القرفه، بعض المرات بلاش اللي بغا على حسب. المهم بسم الله، انا غادي ندير هذه البصله ها هي كلها. غادي ندير هذا المعدنوس كله، كندير داك الوراق ديال النعناع هما. كتبقى نوع تطحن هذا الشيء كيتطحن. وغادي ندير هذا مرد الدوش تنصوب بحال هكا، ها هو وريقه بحال هكا. المرد الدوش كاين اللي ما بغاش ما يديروش، او اللي ما عندوش موجود ولا ديريه هنا ولا يشريوه ناشف. كيتباع ناشف عند يابس عند العشاب. انا حيت كان عندي موجود هذا ديال خضر، كان جبت شريته مع النعناع، داكشي علاش درتو خضر كيجي حسن. الا ما كانش بلاش، اللي ما بغاش بلا ما يديرو. ها هو بحال هكا، سوسي غير الوريقات، ما ديريش هذيك العواد باش ما تجيش، باش ما يجيش فيهم هذا خايب. هانتي بحال هكا، وتندير شويه الملحه على حسب، شويه الملحه من بعد حتى واخا كتجي تطحن كاع وتجي، غادي نقدر نزيد الملحه الا كانت خاصاني. تندير هنايا هانتيا، هادي عندي هنايا، عندي هنايا الكفته جوج كيلو لارب، إذن جوج كيلو قل ربعة، عندي هنا هاد الكفته عبرتها. هانتي كندير هنايا جوج معالق كبار ديال التحميرة، كندير غير معلقة وحدة ديال الكمون معها مراش تفوتي باش ما تجيش مرة. كنزيد شي شويش ريحة ديال مرد الدوش عطات. كنزيد شي شويش ديال السودانية، هي شوية راه حارة ما كنكثرش على حسب. ايوا وتنو يديا مغسولة كنخلطها، يدي بحال هكا كنخلطها مزيان بحال هكا، وتنديرها في شي بلاستيكة ديال بلاستيكة الصحية، كنصيفطها عند كنصيفطها عند الكزار كيطحنها لي الشريكان. كتجي لذيذة، كتجي زوينة مقومة على حقها بحال هكا، باش منين كتطحن مكنحتاجش مازال نعجنها، كتكون دابا شاربة للقامة. على الكفته هي دي ديال العيد اللي كتكون الكفته ديال العيد كتكون بحال هكا طريه وزوينه، كتكون طريه ما تنديرش فيها الجلود عاد بزاف، ما تديريش الهبره كل بزاف، فقط الشحمه واللحم. لا ما كنديرش الشحمه بزاف، شويه دابا داك الشحيمات اليوم اللي كيكون لاصقين فيها، لاصقين فيها نيت الشحمه اللي هي كتكون كتلق لي دام تنحيدها. اللي بغى يدير الهبره سي كيديرها ماشي مشكل، الا درت الهبره سي كتزيدها شويه زيت بلديه باش كتقدمها. دابا صافي غادي نديرها في البلاستيك ونصيفطها تطحن ان شاء الله. يلا ونرجع ان شاء الله من بعد ما نطحنوها نكملوا الفيديو ديالنا. ها ماما، دابا هي الكفته ديالنا جبناها طحناها
دابا غادي نبداو نوريك شنو نصوب بها. غادي نعمر فيها الطحان وغادي نحبلها ونصوب بها، نديروها عادي. انا نوريك شويه في المقله وشويه في فوق الفاخر ان شاء الله. صافي ان شاء الله. وطبيعه الحال انا ماسكي عارفه اش كيصوبوا بها، غير بغيت نقول كيفاش كنصوب بها انا، الطريقه ديالي، الطريقه ديالك وطريقه ديال التعمير ديال الطيحان، حيت بزاف الناس ما كيعمروش. هادشي اللي كان دابا هي من السما فيها كلشي، فيها العطريه، شوفوها هي فيها العطريه، فيها كلشي، تتحناس مع العطريه مع الملحه مع كلشي من السما، من داك الشر فيها. حتى الا ما صوبتيهاش وطحنتيها انت عندك الزهر، شريتي مثلا شريتي الكفته عندك الزهر وما فيهاش هادشي، تقدري تصوبي تزيدي فيه هنا، تزيدي فيها العطريه، تزيدي فيها شويه ديال البصله تحكيها رقيقه. دابا الكفته الا شريتي، الا شريتي عندك الزهر ما فيهاش العطريه، كتجبد حتى الدر كديري غير هاد العطريه، نفس العطريه البصله والمعدنوس والمردوش والمسائل اللي درت انا في هادي، هذا وتخلطي وتعجنيها، تعجنيها هادشي اللي كان. غير هي كاين دابا الكفته الا شريتيها ما فيهاش الشحمه مثلا، كاين اللي كيمشي كيقول لك الزهر ما ديريش الشحمه، كسميتها كفته الريجيم. انا والو تديري لها العطريه اللي بغيتي وتزيدي شويه الزيت بلديه حيت ما فيهاش الشحمه، ضروري ما تكون مدمة شويه، كتزيدي شويه الزيت، جوج معالق خضار ولا ثلاثه المعالق، عاد تعجنيها مزيان باش كتجي لذيذه، هادشي باش تجي لذيذه. واللي بغى غير يصوبها هكاك هذاك الشيء اللي كان ماما ديال العيد، ديال العيد كتكون تبارك الله. غطحنيها انا ولات كيفاش غطحنيها. صافي شكرا، دابا ان شاء الله ندوزو نعمرو الطيحان و نعمرو الطيحان ونصوب فيها جوج شكيلات، جوج شكيلات الفخر ديال المقله ان شاء الله. ايوا طبيعه الحال فيها بزاف الشكل، الفران كي كيدخلها الفران الا بغيتي تتبعي الطريقه كيفاش شحال فيها بزاف، نقول لك انا نبين لك انا غير شنو كنصوب انا. حنا ان شاء الله دابا هذه الطريقه التقليديه المعروفه، حنا ان شاء الله باقي ان شاء الله غادي نديرو طرق وحدين اخرين اللي هما غير تقليدي ان شاء الله. واخا يلاه غندي هذه دابا باش نصوبها فوق الطبلة ان شاء الله. لي كان تمام دابا نبداو، غنبداو ان شاء الله. دابا نبداو نحربلو الكفته اللي حنا غنشويوها، غادي نعاود نوريك واحد الشلاقه كنديرو في الكرا، غادي نعمر بيها الطحان وخا صغيور كنعمرو، انت شتي هو معصول معطين ملي كيتعمر كيكبر هانتيا قبل ما نعمرو تنديرو شويه الملحه من هنا، نديرو شويه الملحه باش كيجي مملح، باش كيجي لذيذ، كيتوسع هو ملي كيعمر كيتحيد هو ما فيه ما يتكال، واخا كيكون كبير هو دابا تيجي قليل، هو صحي ما خصوش يتشوى هكاك بوحدو ما كيجيش مزيان، كيخصو يجي معمر. كاين اللي كيشوي، كاين اللي كيديرو قطبان بلاصتي كتكون هنايا خاش شويه هنا كنبخي منها النوز هكا، وحنا كنفضلوا اننا نعمرو ديما كنعمرو، انا ما تنشويش، تنديروش في الوقت بان تنعمرو تنديرو فوق الفاخر. هاد الطريقه كتجي بيه افضل حيت كيكون عامر. كاين اللي ما كيعمروش حتى بالكفته، كاين اللي كيعمرو بحوايج اخرين. كاين اللي بغيتي تعمري بالروز ولا شي حاجه اخرى كما قلتي انت، اللحم مفروم مقطع هكاك مع شويه الشحمه على حسب. انا كنعمرو غير بالكفته باش نسهل عليك الامور، دابا غنبين نعمرو غير بالكفته هكا، كتدخلي الموس وكتحاولي باش ما تقطعيش حتى شي بلاصه بحال هكا، في نفس الوقت راه يدلو الملحه. انا فايت دوزتو في اليوتيوب، دابا كنعاود نعاودو في هذه القناه ديال السيده صدار، كنقعد شويه حتى كنعمرو مزيان. بغيتي تزيدي تاخدي الكفته وتزيدي فيها الحرارة وتزيدي فيها شي تخبيها مع شويه ديال الرز، هذيك فكره باش ما بغيتي. دابا انا عمرت غير الكفته هكا كسيك اللي غادي نشويو منها، داكشي كيبقى اختيار باش ما بغيتي كتعمري. دابا مع العيد كتكون الكفته موجوده كنعمروها بالكفته، هو مزيان الصحه كياكلو ناكلو منها، كنا كناكلو منه طريف طريف واخا خاص غير خاص غير هذا هو مزيان، الا كليتو الدواره تاكليها على هاد ليه باش ما كيت مزيان الكرش كيقولوا هكا ديال البقري، عاوتاني راه كبير تبارك الله ملي كيتعمر ديال البقري. لا كاين طريقه اخرى كنقطعوه هكا كنفلحوه، نقولوا لك زاي فلحوا لينا اللي كنعمروه كنلويو عليه الخيط ولا كنخيطوه مش هالقدك ما تعمر.
هذيك حتى تعمر شي حكايه ديك الساعه ولا انتيا ايوا صافي على حساب شحال ما بغيتي كتعملي بشحال ما بغيتي. انا مثلا تنخيطو مع والو تنخلي غير هكا انتيا شتي هو دابا كبر تبارك الله بان الحجم دابا تضربيه بحال هكا باش كيعطي باش كيتقال هو راه دغيا كيطيب يعني الناس اللي كيسولوا الناس ما يحتاجوش يخليوه مده طويله فوق منافق باش يدخل له الطياب راه دغيا كيطيب يا خصو يتثقب دابا حنا نشوفوا ان شاء الله المراحل كلها درت له الملحه غادي نديرو في الشوايه هو بيدو نسبق حيت هو خصو شويه هاد الوقت باش يطيب واخا دغيا كيطيب ولكن ماشي بحال الكفته الكفته كطيب اسرع منه غادي نديه دابا نديرو يطيب فوق الفاخر انا ما نحرب الكفته بحال هكا نحربها بحال هكا ان شاء الله نحبلوها نرجعو انا دابا الكفته ديالنا حربلتها ايوا غادي نديرها في الشوايه شويه مع نديرها تقديم ان شاء الله ان شاء الله يلا ماما انا دابا هذه اللي انا بغيت لك نوريها في المقله ها هي درتها في المقله ما كتلصقش حتى مخو حتى المقله عاديه ماشي مشكل ما درت لها حتى حاجه ها هي شتيها من هاد المقلة ولكن كندير لها شويه ديال الماء شويه ديال الماء باش ما باش داك اليدام ديالها باش الا تلقات اليدام ما تهزش لينا اليدام صافي نخليها واحد حتى طيب ونقلبها ان شاء الله كاين دابا الا ما فيهاش الا ما فيهاش الشحمه تتزيد شويه الزيت البلديه في هذه المريقه ماما وانا كنزيد اللي ما طايباش وكنحيد اللي طايبه ما فيهاش ما كاع ما تلقاش الدخان بزاف الا تلقات لك الدخان ديري فيها البصله واش دهنتي البصله دهنتي شويه شويه باش ما تلصقلكش الكفته اللي قلت لك شتيها ما فيهاش الزيت غير الماء هانتي كنقلبها نقلبها بحال هكا باش تجي بحال الا الحالات اللي ما بغيتيش تعلي الفاخر كزي على الفاخر كطيبها غير في المقله بحال هكا شخص واحد اللي بغى كميه قليله ما كاينش شي النفخ كله على قبل شويه كتجي بحال الا في الفاخر كتخليها تنشف مزيان من داك شويه اللي ما كيبقاش وخلاص العطريه على حسب الا بغيتي كتزيدي العطريه بغيتي كتخلي هي راه مقومه راه ما عندها ما يزيدو هي مقومه في العطريه ديالها وكلشي وانا شويه عاود نوريها لك هي الكفته ديالنا وجدات ها هي ما فيهاش اليدام نهائيا ها هي وجده من داك الشرف فيه الا بغيتي كتزيدي عليها شويه ديال الكمون من الفوق ما بغيتيش هذه دابا غير اللي بغى يصوب كميه قليله ما لا كانش على النفخ راه يدير كلشي فيه اللي ما بغاش يشعل فاخر عنده غير شويه راه غادي يصوب يدير باني بحال هكا يصوب غير غير في المقله غير بشويه ديال الماء ما يديرش الزيت باش ما تجيش فيها شويه الشحمه راه ما فيها صراحه تقصي فيها البيضات كتقصي فيها البيضات اللي بغيتي هي اللي درت البيض خصك تزيد شويه الزيت بلديه باش هي باش راه فيها تبارك الله اللي بغى يزيد راه يزيد حقا ما درناهاش على قبل سميتو كتا العيد ماما تبارك الله عليك صافي سالينا سالينا الطبق ديالنا ديالنا وجدات ما فيهاش الشحمه غزاله لذيذه ما توقعنا انها غادي تخلص صافي بقات الشكل ديالها مفترضه هذه لا لا زوينه داك الشرف وهذه ديال المقله اللي ما بغاش يشعل فاخر هو الا بغيتي تزيدي عليه شويه زيت بلديه وهذه مشويه في والطيحان والطيحان حتى هو هو معمر بالكبده ثلاثه ديال الوصفات الكبده انت هذا غير الطيحان غير صغير معمر بالكفته معمر بالكفته هي قلتي قلتي الكبده لا الكفته قلت لك ما هي شتي هو راه طايب من الداخل ماشي سحاب كما طايب شتي طايب لا كيطيب هو حنا كنديروه دائما دائما انا عمرو شي نهار بقى خضر ديما تندير انا الطيحان معمر في العيد خاص في العيد كتكون الكفته موجوده تنعمر بالكفته وفي سال اليوم تنعمر بحوايج اخرين بالروز وبالمعدنوس وبالزيتون وكاين بزاف باش الطرقات باش كيتعمر ولكن ديال العيد كنعمرها هكا بالكفته كتكون موجوده
ياه مهم. وهاد الكفته هذه الا بغيتي كتزيد ليها شويه ديال السودانيه وشويه ديال الكمون حسب الذوق. دابا الدايسه اللي عطيتيها لهم ما خصهاش تكون فيها الحار. بغيتي تزيدي مليحه حتى تزيدي مليحه. تبارك الله عليك، الله يعاونك، شكرا على المجهود. صحه وراحه. الطبق وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.